أهلا وسهلا إلى قناة معلمة زوريزة، لا تنسى الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أيها التلاميذ والتلميذات الأعزاء؟ أنا أرجو منكم في الصحة والعافية. الحمد لله، نلتقي مرة ثانية مع معلمة زوريزة، وإن شاء الله اليوم سندرس عن الموضوع الشهور الميلادية. الشهور الميلادية. قبل نواصل الدروس اليوم، إن شاء الله ننظر أهداف التدريس، أهداف الدراسة اليوم. يناير. يناير. فبراير. فبراير. مارس. مارس. إبريل. إبريل. مايو. مايو. يونيو. يونيو. يوليو. يوليو. أغسطس. أغسطس. سبتمبر. سبتمبر. أكتوبر. أكتوبر. نوفمبر. نوفمبر. ديسمبر. ديسمبر. هيا ننطق معا. يناير. يناير. فبراير. فبراير. مارس. مارس. إبريل. إبريل. مايو. مايو. يونيو. يونيو. يوليو. يوليو. أغسطس. أغسطس. سبتمبر. سبتمبر. أكتوبر. أكتوبر. نوفمبر. نوفمبر. ديسمبر. ديسمبر.